اليوم الأبراج كل برج شي يقولون هو عن نفسه، قاعد يعرف نفسه حق الناس عشان أنتوا تختصرون على نفسه وطريقة التعامل معهم. بما أن موسمهم قرب وما بقى عليه شيء برج الحمل، من الحين لما يبتدي موسمكم أنتوا راح تصيرون حبايبنا. معقولة؟ بس لما يبتدي الموسم. لا يبتدي الموسم. إيه وإن شاء الله هم يعني يحاولون يغيرون شوية من الصورة. لا. إيه لكن فيهم الخير والبركة إن شاء الله. برج الحمل يقولون تنتهي عندهم الرغبة بس يطول عليهم الانتظار، يعني إذا طولت وايد بتساحلهم بترضيهم بتسأل عنهم يفقد رغبته خلاص. أوه هذا الحمل عايز شوف الثورش يقولون لا تعلق نفسك بالماضي وأنت تقدر تعيش مستقبل أجمل منه. برافو عليك. صفقة لهم الثور. أيه. برافو. راح ناخذك أنت مثال لنا في الحياة. أما الجوزائيون فأنتوا تخيلوا تقولون حق الناس اللي حولكم خلونا نرتاح من القيل والقال، يعني أنتوا مو من ربع الحش وزيادة بهارات ونقل الحكي من فلان لفلان. والله سرطان وضعك يخرع صراحة، وانتبهوا لأن السرطان يقولون راح أسامح بس مستحيل إن راح أنسى. ممكن أصف وياكم يا الأسد لأن أنتوا دائما والله تعجبوني في نظرتكم وطريقة تعاملكم مع الحياة. الأسد يقول لك ما له داعي إنك تعاتب أحد، الكل عارف إيش قاعد يسوي. عذرا ما أدري إيش قاعد يصير معك، ولكن أنت اللي قاعد تقوله حاليا عذر أقبح من ذنب. الميزان دائما يحاول انه يدور العدل لانه هو هذا عنده الكفتين بين العدل، ويحاول انه يعدل بين الناس. فيقول لك الميزان دائما عنده حكمه في الحياه انه رغم كل عيوب شخصيتك حط في بالك انه هو ممكن يكون شارك. حبيت وايد. اما العقرب احب الاهتمام بس مستحيل اني اطلبه من اي شخص ممكن يكون قريب مني. واخذ انت عندك القوس، الله عليك شلون هذا مبدئك وتقول حق الناس ان في عز المشاكل اللي قاعد تمر فيها واللي بحياتك لكن راح تلقاه دائما الناس حاسدينك. الجدي وصل لكم رساله وحاليا ابيكم تشوفوني. يقول الجدي اذا في احد زعلان مني وما اخذ بخاطره ما شفت الكولكشن الجديد اللي راح انزل لكم اياه الجديد. حبيتنا وايد لاول مره ارفع لنا والعشرة بعد 10 من 10. والله برافو علينا احنا يا الجدي. اما الدلو هم نقدر اليوم نصف معاهم، عاجبيني يا الدلو برافو عليكم. نقدر نقول ان اصفط يمنا على اليمين ويانا احنا يا الجدي. يقول لك الدلو يكرهك نصفي ونصفي فيك ذايب، يشعر بعض المرات في الحب وممكن يكرهك بنفس الوقت وبنفس الدقيقه حق نفس الاشخاص. دلو والله وضعك غريب. اما الحوت وضعه اغرب. يقول لك نختار الاشخاص الغلط ونعطيهم القيمه الصح. فلازم تنتبهون على الموضوع هذا. والله كل من يقول وكل من يحكي، لكن يا انك تصرح بالضبط شنو انت تبي عشان الناس حتى تكون مرتاحه وتعرف. يعني دائما يقول لك اللي اول شرط اخر نور،